السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقعد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ايه هو الايميل الجمعي وازاي استخدمه وازاي افعله. اعرف الايميل الجمعي بتاعي من خلال ايه؟ من خلال الكارنيه اللي موجود معايا، موجود عليه كل البيانات بتاعتي من ضمنها الرقم القومي والايميل، او من خلال لو انا مش معايا الكارنيه لاي سبب ما هدخل على بوابة الطالب من خلال اللينك اللي موجود قدامكم على الشاشة، هاخده كوبي وهحطه بيست في سيرش على جوجل. وهدخل هنا رقم السر بتاعي اللي هو رقم قومي بتاعي والكود اللي موجود معايا على الكارنيه. علشان اعرف الايميل الجامعي من خلال بوابة الطالب هنا دخلني على الصفحة الرئيسية بتاعتي بالكود اللي انا دخلته ورقم القومي اللي انا دخلته. عشان اعرف الايميل الجامعي هقول له الحصول على الايميل الجامعي، هيظهر لي الصفحة دي فيها الايميل وفيها رابط الدخول. هاخد الايميل كوبي وهحتفظ بيه علشان هستخدمه دلوقتي، وهدخل على الرابط من خلال طريقتين: mail.office365.com او ان انا هعمل سيرش على جوجل واكتب فيه outlook.office.com وهقول له انتر، او ان انا هدخل mail.office365.com. هعمل سيرش في جوجل على outlook.office.com وهقول له انتر او لوج ان، وادخل اليوزر نيم والباسورد. اول ما هدخل عندي اكتب في جوجل mail.office365.com هيظهر عندي الصفحة دي، هيطلب منك ان انت تعمل ساين ان عن طريق ان انت تدخل الايميل وهتقول له نيكست. ادي هنا دخلت الايميل وقلت له نيكست، هيطلب منك الباسورد بتاعك اللي هو الرقم القومي بتاعك، احنا عاملينه ليكوا برقم القومي. اي حد عايز يغير الباسورد بتاعه هتدخل نيو باسورد وهتعمل له كونفيرم، والافضل ان انت تخليه رقم قومي او لما تغيره ان انت تحتفظ بيه علشان هتحتاج الايميل والباسورد ده بعد كده في حاجات كتير جدا اثناء النتيجة واثناء شغل خاص بالكلية والاخبار اللي بتجيلكم على الايميل. وهتقول له ساين ان، دخلت الداتا بتاعتك كلها وقلت له ساين ان، هيظهر لك الصفحة دي. الصفحة دي معناها ايه؟ معناها انه هيطلب منك بعض الاسئلة علشان تأمين حساب الجيميل اللي هو الايميل الجامعي بتاعك. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هي الاسئلة دي. هما تلات اسئلة: اول سؤال ان هو يطلب منك رقم التليفون علشان يبعت لك عليه كود، تاني سؤال الايميل ايا كان الايميل اللي انت هتدخله، ايميل ياهو او هوت ميل او جيميل طبعا غير الايميل الجامعي. تالت سؤال ان هو يطلب منك بعض اسئلة الامان، هما تلات اسئلة خاصة بامان الشخص نفسه. تعالوا كده نشوف ايه هي الاسئلة دي. اول سؤال لو عملت سيت ات اب ناو هيجي لي الصفحه دي، هيقول لك دخل البلد ودخل رقم التليفون. هدخل البلد هنا من القائمه اللي موجوده عندي، هختار ايجيبت، وادي هنا في البوكس الثاني هكتب رقم التليفون بتاعي واقول له تكست مي. هروح عندي على رقم التليفون هلاقي ان هو بعت لي كود، هاخد الكود ده واحطه هنا في البوكس واقول له فيريفاي. كده الخطوة الأولى تمت بنجاح وعمل لك عليها تشيك باللون الأخضر. ندخل على الخطوة الثانية اللي هي طالب منك الإيميل، هتدخله ويبعت لك عليه كود، هقول له set it up now. هدخل الإيميل بتاعي وهقول له إيميل مين. هروح على الإيميل هلاقي إن هو بعت لي كود في رسالة، هاخد الكود ده وأحطه عندي في البوكس وهقول له verify. كده الخطوة التانية تمت بنجاح وعمل لك عليها تشيك باللون الأخضر. ندخل على الخطوة التالتة اللي هو طالب بعد أسئلة الأمان، هقول له set them up now. هيظهر عندي تلات أسئلة هجاوبهم وهقول له finish. هيظهر عندك الصفحة دي، هيطلب منك الإيميل بتاعك أنت عايزه باللغة الإنجليزية ولا العربية ولا الفرنسية أيا كان اللغة اللي أنت عايزها. هتختار من البوكس عندك المثلث ده اللغة والبلد اللي انت موجود فيها، يفتح لك
الايميل بتاعك زي اي ايميل، في نيو مسج، في عندك الانبوكس علبة الوارد او صندوق الوارد، دي رسائل اللي هي جات لك على الايميل، سنت ايتمز دي العناصر المرسلة او الرسائل اللي انت بعتها لحد، درافتس دي الرسائل المخزنة. بيحصل معانا دايما لما بنبقى شغالين وبنبعت ايميل لحد بنلاقي الكهرباء فصلت او النت فصل او الجهاز فصل لاي سبب ما، فهتلاقي هنا بدل ما تقعد تكتب الرسالة تاني من الاول هتلاقي هنا محتفظ بيها في الدرافت، تقدر ان انت تفتحها وتعمل سنت عادي خالص من غير ما تكتبها من الاول. في عندك حاجة اسمها جانك ايميل اللي هو الايميل المرفوض، لو مثلا مؤسسة غير موثوق منها بعتت لك ايميل او اي شخص غير موثوق فيه بعت لك ايميل عشان يعمل هاكر للحساب بتاعك، فهنا هتلاقيه موجود في الجانك ايميل اللي هي الايميل بتاعك بيرفضها اوتوماتيك ويحطها لك في الجانك ايميل كده. تمام، انتوا كده خلاص فعلتوا الايميل بتاعكم. شكرا ليكم، واتمنى يكون الفيديو تستفيدوا منه باذن الله. المره الجايه باذن الله في الفيديو هنتكلم عن ايه هي التطبيقات المفيده على الايميل الجامعي، ايه هي الخصائص اللي موجوده على الايميل الجامعي وازاي استفيد منه. شكرا ليكم، بالتوفيق.